أعزائي سيدتي وسادتي، اليوم نمتعكم في ليميسيون تاعنا العان وعذاب، واليوم وجانا ضيف ضيف اللي راكم راح تشوفوه وتكتشفوه الموهبة الكبيرة اللي عنده. مرحبا بك الفنان. على سلامتك. السلام عليكم. واش راك؟ كي راكم دايرين؟ راكم مليح؟ والله غاية. مرحبا بك عندنا. رحمة ربي. قول لي عطيني الاسم الكريم. اسمي حقاني ليشان الهواري قارة. هذا الاسم الفني ولا اسمك؟ نعم اسمي هو اسم الفني فيك فيك. وقول لي انت واش دير؟ تغني تحكي دير الفكا؟ لا انا مي سمعت هذه الحان وعذاب جيت نتعذب. عندي كل شيء، عندي قصايد، عندي شعر، عندي اللي تبغي والغناء كلش كاين. بصح اسمح لي انا مانيش نشوف فيك انت تغني الراي، ما كانش من عرف. نعم مكتبل لي كبير. لا ما كانش درت لي فيك قدر ما طفت انا ولا سي محمد. انا تاني فوت قاعد تفوت ولا انا تاني فوت؟ ابلاقل قاعد ها هو انت تدي النواضر تخلفنا بالنواضر. انا تاني فوت بالعمامه وفوتوا بالمطرقي. مالك صاحبي؟ سي تان شونتور باش ندوه اون اورجونس للسيرفيس تاع فرونس فانو تاع بليده، باسكو هذا الانسان اللي تشوفوه الي مال فابريكي، هذا ربحوا في الطنبوله، انت جيت تغني ولا جيت تضرب؟ نعم، انا جيت كيما نفوتوا الناس نفوت انا. انت دوكا فاهمني جيت تغني ولا جيت تضرب؟ كيما نفوت الحان والعذاب نتعذب بفوت. ما انا نقول لك حاجه، الحان يا خويا السلام عليكم وكي راكم دايرين؟ بارك الله فيكم يا ليجيري ولا كيقولوا خب بالفرنسي. لا قاموا منون قالوا لي بلي هذه الحان وعذاب يفوتوها غير الصغار ولي ولا الكبار يروحوا ينحرقوا يروحوا ينقاسوا. حنا ثاني عندنا قرد وعندنا كلامات لا ما فوتوش ولكن على حسب. شوف تعرف تغني؟ عندي غناء، عندي شعر، عندي كلام كيما تبغوا. هاي سمعنا خويا سمعنا. يا رجل حولي عبد الرحمن دلوي يا دلوي عرجو يا حبيبي لا تغضبوا لا تسالوا لي ويه ويه يا قلويني ويه ويه احبابي. اسمع الحاج، هل عندك غير هذه ويه 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 وسجل فيها؟ ما عندكش حاجه واحده اخرى؟ سمعنا نكمل. اتفضل سمعنا. العقاب يا ولا من حد لخايف ويه 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 العقيب واللي من الحجلة خايفة وذكير ولا من قطع وافية. اسمح لي بسخسيك، ما عندك حاجة شعرية ولا كلام؟ نعم اي سمعنا. يا قلبي على راك تسيل من اللي سال علي غني علي وصول دنك وسمت الحارة تبدل واضرب لي حسافي وحازها لبطول زي خندلت كل طير مكمل واللي هو راضي كمته مقبول راضي يكون وتاجي شعل. صح يا الحاج راك عجبتنا لوط مركي لوط. الله يحفظك بنتي والله يزيدك العقبه والله يشافيك وعافيك والله يبعد عليك الحساد والعين القبيحه ان شاء الله والله يسترك تين عرضك لدار ان شاء الله وندير لك شويه المرمز. واه انا ثاني نبغى رفيس انا نعيطوا لك الحاج نرسلوا لك اس ام اس وتجي راك رابح ان شاء الله راك رابح. ارواحي عندي الدار الى ان ربحت ان شاء الله ارواحي. الله يسلمك الحاج يعطيك الصحه.